السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة جماعة نتكلم عن موضوع من الموضوعات الجميلة جدا، وهي أحلام لو شفتها في المنام تدل على الزواج من رجل ثري، يعني رجل فاحش الغنى. أول علامة رؤية السمك الطازج، سمك جميل طازة زي ما بنقول باللغة بتاعتنا المصرية، رؤية السمك الطازج يدل على الزواج من رجل غني. 2، صيد السمك بدون تعب أيضا يدل أيضا على الزواج من رجل غني. 3، قراءة القرآن أو الاستماع إليه. 4، تغيير في فرش البيت أو أثاث البيت. معروف فرش البيت اللي هو فرش السرير، والأثاث زي مثلا دولاب أنتري. تغيير الأثاث ده معناه زواج من رجل غني. قد يكون الكلام للعزباء وقد يكون الكلام للعازب، أنه من الممكن أنه يتزوج من امرأة غنية أو بنت غنية. 5، المنزل الجديد. المنزل الجديد يدل على الزواج من رجل غني. 6، شرب الماء، ودي من أفضل الرؤى للبركة والمال، لا سيما إذا كان في قضية الزواج. 7، حراثة الأرض وزراعتها. لو شفت نفسي بزرع الأرض بحرثها بالثاء مش بالسين، الحرث اللي هو الفحت فيها، يعني دي بشارة جميلة جدا للزواج من رجل غني. دول 7 رموز للزواج من ثري. من الممكن ان احنا نكون ذكرنا العلامات دي في قضية مثلا البركة او الرزق. ليه النهاردة اختصيت الحاجات دي؟ لان معظم المفسرين قالوا ان دي خاصة بالزواج، ومن الممكن ان توجد في اماكن اخرى الرؤى دي انها تدل على البركة او الرزق او الى اخره. لكن في ملحوظة مهمة عايزين ننبه عليها، عشان الكلام ده يحصل لك لازم تشوف معظم الرؤى دي ورا بعضها. يعني كل انت تشوف شرب الماء ممكن يكون له معنى تاني خالص، لكن مثلا لما تشوف شرب الماء وزراعة الارض والسمك الطازة وقراءة القرآن، يعني هم 7 المفروض ان انت تشوف اغلبهم. لو شفت اغلبهم في فترة قصيرة بمجموع الرؤى دي في الاخر نقدر نقول لك ان ده زواج، لان انت لو شفت واحده منفرده ليها معنى ثاني خالص. ممكن من الممكن انه يدل على المال او على البركه او على الرزق، ملوش دعوه خالص بالزواج. لكن العلامات دي ملحوظه مهمه جدا، علشان تدل على الزواج من رجل ثري لازم تشوف معظم الرؤى اللي انا ذكرتها لك دي ورا بعضها في فتره قصيره، علشان تعرف ان ده في النهاية يدل على الزواج من رجل ثري. فعلامة لوحدها ما تنفعش، علامة لوحدها ما تنفعش، ولا 2 عشان خاطر محدش يعلق علينا. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.